يعني هم بالنسبه لتاعك يعني راح للدول العربيه وغير العربيه، تحس كثير من طلبه يروح لدول غربيه او هكذا ياخذوا من هذا يكتاتون هناك. وكعك صدرناه في كل مكان، يعني ما صدر يعني الناس شلته في كل مكان، في كل تقريبا دولة وصل هذا الكعك، والكعك يعني يوفر لك عن وجبة قريبة له. أكثر اللي يسافرون مثلا يروحون عمرة، حد بيسافر مريض علاج دائما كعك. وأكثر موسمنا نحن دائما في العرسات، في العرسات يكون موسم شغل عندنا، وبرضه في العمرة. جينا نتحدث عن الكعك، الكعك لعله يكون يعني من الأشياء اللي استوردت على البلاد، ولكن الحضارة ما بجهدهم وجهدهم طوروه وأخرجوه في صورة أفضل وأحسن. الكعك له عدة أسامي، بعضهم يقول مثلا يسميه في المناطق القطن وسيون، ما بعد سيون يسمونه المنقوش، نحن عندنا هنا في سيون نقول الكعك، وما في الساحل يقول له خبز، يعني الناس يشترونه مثل الهدايا عند السفر أو في الأعراس يقدمون هدية للعريس، وأيضا للنزهة والرحلات، إذا واحد يبغى يتنزه ويروح رحلة برع البلاد داخل البلاد يأخذون هدية، ويأخذون أيضا الاستعمال، لأنه إذا بتتناول معاد يطلب أشياء كثيرة، بالكثير فيها شاي من دون أي شيء، وممكن تقضيه وقعة دقيق بر، سمن بحر وسمن بنادر يقولون بعض الناس، والهيل والقرفة وحبة البركة اللي نحن نقولها الحب السوداء، هذا كله أغلب شيء محتويات أو ما يحتوي عليها الكعك. صباح أبوي يقوم ويثورنا بدري، ونبدأ نقرب الدقيق ونقرب الهيل ونقرب القرفة، ونبدأ في الشغل البيض، حد من الأهل يصبر في البيض، يعني التعاون كله في الشغل، نخبط البيض زين، قد ما زاد خبيط البيض قد ما فاش الكعك. أنا طبعا شغلي في ذا، شغلي أنا نجهز الكعك، نجهز الطبخة ونجهز كل شيء. وأول شيء نبدأ تقول نجيب السكر الأحمر، نفور السكر الأحمر نخليه لما يذوب، بعدين نجيب له السكر الأبيض لما يذوب ونشيله، في ضروري نشيله لأنه تحصل يجي حاجات في عودان شيء السكر الأحمر هذا، مشان يكون حاجة نقية وصافية. بعمل نشيل السكر الأحمر نعيده على النار، تطرح المقاس السكر الأبيض ونحرك عليه هكذا لأن يستوي، يتم التذويب كاملة. بعد هذا خلاص نخرج ننقله إلى قدر آخر، نطس على قولنا برضه بنشيل، بعد ما نطرحه في هذا الوعاء حقه نجيب كميات الدهون، السمن مع السمن البحري والسمن العادي يعني. وايضا بالنسبه لمحتويات السمن، احنا بعض نسوي سمن خاص، نحن نسوي سمن، نسوي له زبده، او مثلا يبقى نوعين من السمن نشوفه افضل عشان يعني يكون على الوجه المطلوب. نذوبه تقول مثلا اليوم نجهزه نخليه لما ثاني يوم يبرد. طبعا شغلنا يبدا من الفجر، دائما من الفجر يبدا، يعني اتاخر قليل دقيقه قليل يعني مشان ندرك السوق وماشي كمل بكره، يعني الواحد لما يشغل فير ربي يبارك في شغله. اول شيء نطرح الهيل، نذوب الهيل والقرفه نخليه يذوب مع المحلول مع الزيت، ولا بعد كذا ناتي للعجين، نجيب النوزل نكيل الدقيق حقه هذا، نطرح له بعدين حبة سوداء فوقه، يحرك على المحلول
نطرح الدقيق في المحلول ونعينه، نحاول نحن نعينه اكثر ولا قليل، يعني اذا زار قليل بعد يفوش يبلق زياده دهن وكذا. وبس ونبدا هاي النازن نثور الوالد ونقرب الاهل كلهم للشغل، والحمد لله نبدا في الشغل، نبدا نغرف في الشغل، والكعك ضروري نصبطه بحيث انه يعني يكون متماسك كامل، ما تحس انه يعني متفرق ولا شيء. خلاص بعد ما نطرحه في الاواعي حقه هذه، قوم بتنعيمه بالدهن ونعمله يعني عشان يتهوى كذا بشوك، ثم نعمل رمز حقنا هذا حق المنقوش، ونقوم بنقشه بدقة يعني، ونحاول يكون يظهر بنقش ممتاز وجيد. بعد ما نكمل هذا الشيء يصبح الآن جاهز يوضع في الفرن. الفرن طبعا نولعه ونرشنه قبل ربع ساعة ثلث ساعة عشان يخزن حرارة. احنا مدة ما ننقش نرشنه على الفرن، نولع الفرن حتى انه ياخذ فتره قليل في الحراره، يمسك حراره. بعدين ندخله في الفرن، ياخذ له تقريبا، نخليه تقريبا حدود 50 دقيقه. بعد 50 دقيقه نجي نشوفه اذا هو تمام او نقلبه شويه، ولعلنا نعطيه 50 دقيقه ثانيه، وبعد الحمد لله يخرج كامل. كان سابقا الكعك يعمله في التنور عادي، وبعض الان الناس يفضلون حق التنور، مع انه ما فرق، الفرق اهم شيء النجاح بتنور او بغير التنور. بعد هذا خلاص نخرجه في يسمونه السفر او هكذا، السفر تعمل حق خزف، يعني حق اول حق شطف، لانه يساعد على انه يجف ولا يعرق، يعني بس البلاستيك بيعرق ويمكن ياثر عليه. بعد ما يخرج نخليه يبرد، يبرد زياده يعني ضروري يكون بارد، بحيث انه لو كيسته وهو حار ما يبطل مدته. نكيسه وبعدين نبدا، مثلا في زبائن يجون لك من البيت، اكثر زبائن احنا يجون للبيت دائما. والوكالة الشغل حقنا يعني الواحد اللي بيطلب كعك يحاول انه يطلب قبل يوم، حتى احنا نسجله في الدفتر ونجهز له طلبه يكون كامل. هذا كعك عام. بالنسبة لنحن عملنا، دخلنا عليه اللوز بالمكسرات، اللي هي المكسرات مثلا عمل له حليب حق هذا حق الدوم، وسمسم، واللوز هذا الكوشان العادي. هذه نوعية من المكسرات. في نوع آخر نسوي له اللوز صنعاني، نرص رص عليه يظهر مظهر يعني جيد وممتاز. حق السمسم هذه المكسرات نحن اختار ناس كثير أصحاب السكر مساكين يجون يقولون احنا بغينا مقدار معين او بغينا تخفض سكرته، احنا بحكم ان احنا نعمل كميه ما نقدر، وعندنا مقاييس كلها مدروسه وهكذا، نزيد او نقص قد ياثر على جودته. فنحن اخترنا هذا السمسم لانه فيه شيء من القره اللوز مو شويه، فقلنا لعله وعسى يخفض السكر. ثم الانسان يتناول السكر ياخذه مع القهوه المر. الكعك صدرناه في كل مكان، يعني ما صدر يعني الناس شلته في كل مكان،
في كل تقريبا دولة توصل هذا الكعك، والكعك يعني يوفر لك عن وجبة قريبة لها. أكثر اللي يسافرون مثلا يروحون عمرة، حد بيسافر مريض علاج، دائما كعك. وأكثر موسمنا نحن دائما في العرسات، في العرسات يكون موسم شغل عندنا، وبرضه في العمرة يعني يكون موسم عمل. ايضا يعني هم بالنسبه للكعك يعني راح الى الدول العربيه وغير العربيه، تحس كثير من طلبه يروح الى دول غربيه او هكذا ياخذوا من هذا يكتاتون هناك. حتى في شهر رمضان تحس مثلا ناس عندهم اطفال ما بيجي يطبخ لهم، يسوي له قرص صراحه في 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 الوعاء يكون سهل عليهم يتناوله. ايضا حتى الصائم ممكن تناول السحور، يمكن تناول مع الافطار. فيعني ما شاء الله تبارك الله يعني له اقبال كثير عند الناس. بالنسبة للمدة يعني أنا أضمن تقريبا شهر، من حيث أنه لو وضع في الكيس وهو بارد، لكن إذا وضعه حار بدرجة الحرارة طبعا بيتأثر ويتعفن. إذا وضعوا الكيس بارد، نحن كثير وناس كثير جربوا طلعوا العمرة ورجعوا بهم نفس الكعك ما تأثر ولا شيء. نحن لم نكن يعني هذا الكعك أو حرفة الكعك نأخذها من أجدادنا، وإنما هذا الكعك يعني زوجتي الله منا عليها بالصحة والعافية هي بذلت جهد جهيد، سألت الناس كيف كيف، وأول مرة وثاني مرة وهذا يعني ما جاء من فراغ، يعني بفضل الله سبحانه وتعالى من جهد زي ما قلت لك وجهيد استطعنا أن نصل إلى هذه المقاييس. مع أنه المحتويات تحس نفس الناس مثلا نفس المحتويات، ولكن سبحان الله لعله سر المهنة. أول ما بدأت فيه الوالدة وما بدينا نحن ما فكرنا احنا عم نشتغل بنساعدها ولا شيء، لان كانت تقي حاجات بسيطه. وبعد فتره الوالد انضم اليها في الشغل، وما شاء الله الشغل تطور ودايم الناس تشتري والشغل زاد ما شاء الله تبارك الله. فانا انضميت معهم بالشغل. الشغل تقريبا هذا اشتغلت تقريبا فيه من حدود 2004 اشتغلت مع الوالد، وللان ما شاء الله نشتغل وسابر الحمد لله، فهمت الشغل وعرفت كل شيء عن الشغل يعني. العمل احيانا تغلط مثلا كميات الدقيق مثلا نقص او زاد، اذا زاد مثلا يجف، نحن ما نحبه يكون جاف، نحبه لازم يكون خلاص ما تساعدوا فيه. اليابس ايضا احيانا تنسى مثلا تعجنه وتنسى مثلا الهيل، تنسى البيض وهكذا، فيتعبك ويعمل في دربك شوي. بداية بس الصعوبات لما تدخله في الفرن يعني يحترق عليك او كذا تقول، لكن ضروري يعني تحاول انك تضبط الوقت، بعضين تضبطه نص ساعه بعضين ساعه، تحاول انك تجيب من هنا لهنا. ولكن اكثر شيء الصعوبات اللي واجهناها في ناحيه الدقيق، تحصل نفس الدقيق ونفس النوع بس يختلف. يعني تحس القعك مثلا تعينه يجيف عليك، صعوبته في النجاح حتى في المنظر يطلع مش تمام، والطعم نفس الطعم بس المنظر كله يعني الواحد ضروري يكون طعم منظر ما يكون هكذا. ندعي وجهات النظر المختلفة ونناقشها معكم. هو بدأنا اليمن معها بعض الأمور. نبحث عن الدلالات ونخوض في التفاصيل. فضاؤنا بلا سقف ومساحتنا بلا حدود. فضاء حر على شاشة بلقيس.
تاريخ بداية العمل في 1996، وبدينا بشغل الحلوى من البيضة، وتتكون من سكر وزيت ونشاء ونكهات وحواجات، ومن ثم بعد ما ننجحها نطلعها ونعبيها في قوالب خاصة بها للتبريد، وبعد مرور يوم اليوم الثاني نقطعها وندخلها في نعلبها يعني للاستخدام. والحلوى الحمراء برضه بالطريقة نفسها هذه، يعني نصنعها من السكر والزيت والنشاء، واللون لها غير لون أحمر فراولة، وثم بعد من تنجيحها نطلعها ونضعها في القوالب الخاصة للاستخدام والعمل مباشرة. طبعا استخدام الحلوى كثير هنا عندنا في بعض المناسبات الدينية، وكذلك مناسبات الزواجات، وكذلك المناسبات الدينية مثل قراءة سيرة النبي اللهم صل وسلم وبارك عليه، وغيرها من مناسبات الخطوبة والتسمية المواليد. اليوم بدينا يعني أول مرة ولعنا الشول، ولا أبدا العمل يبدأ 7:30، بدوا ولعوا الشول، بعد ما ولعوا الشول وضعوا الماء فيها وفوروا الماء، بعدين جبنا السكر وذوبناه في الماء حسب المقاس حقه، بعد ما نذوبه تماما فور تمام نشيل نص منه قياس تنك نرفعها لتسقي، تسقي بها السكر ذا، بعد ما نشيل الماء ذا نضع النشاء قدها مذاب، النشاء قد مذاب، ونضع فوق الماء ذا ونحرك المعصال ويبدأ يتجمد يتجمد يتجمع يعني. طبعا هنا نقوم بصناعة حلوى العديد من أنواع الحلويات، منها الحلوى البيضاء هذه مثلا المشهورة عندنا، كذلك الحلوى الحمراء والحلوى السوداء والحلوى الملونة، وكذلك بعض الحلويات مثل الحلوى اللبن، وهكذا إن شاء الله في نسعى إلى تطويرها. بعدين ما ننجحها بعد الوقت هذا نغرفها ونقيها في قوالب خاصة بها، خصوصا البيضة نقيها في القوالب خاصة حق التبريد، تبرد في اليوم الثاني تقطع وتعبى وتوزع للاستخدام. وإنما هي تقريبا هي أصلها صناعة عمانية، هي من عمان حسب ما نسمع. البسكوت من الدقيق، يعني يعجن بالعجانات ويوضع فوق الميز الداك يداكونه، من ثم يختمونه يعني يقونها دواير يقونه في صايات ويدخل للفرن، ومن الفرن يندر يعني يعبونه في قراطيس بلاستيك. طبعا
طبعا اكتسبنا هذا العمل من اجدادنا واهلنا، تعلمنا أب عن جد، وهكذا اذا وصل عندنا الان شباب، نحن موجوع من الشباب هنا نقوم بصناعه الحلوى الذي توارثناها عن الاجداد. من ناحيه الفرم يعني ما حد علمنا الا محاولات ذاتيه، يمكن الفرم يعني قبل يمكن في عام 86، الفرم في عام 86 واحنا بالطريقه هذه شيء سر لها وشيء، لان ما حد يعطيك سر المهنه حقك، ما حد يعطيك الا احنا نحاول وكذا ونراجع للكتب وما كتب ولحتى يعني مشينا على شوي شوي، وعدنا حتى تقريبا ناقصين وما دحين بعض الاشياء ما نقدر نصلحها. الصعوبات في الحلوى يعني بعض يعني منها في بدايات قصة البيضة هذه قليل من يشوى رقيها، إن زاد النجاح رجعت لك من القتات وعد نرجع نعادها بقت تناسب معنا قصصناها ودخلناها مع حلوى جديدة على شوي شوي لحتى نسترجعها نجددها، وإذا جبناها لا ما عاد شيء منها يعني سودت جمع لنا وتعبت لازم نقلبها. طبعا استخدام الناس الحلويات والمرغوبة فيها في يستخدمونها طبعا في الزواجات وكذلك في الأعياد الدينية، مثلا عيد الحجة وعيد الفطر المبارك، وكذلك في مناسبة قراءة المولد النبوي الشريف، وكذلك في مناسبات الخطوبة وتسمية المواليد، وكذلك طبعا في المناسبات العامة، يعني في أي لمة للناس يشلون ما شاء الله عندنا من الحلوى هذه. طبعا هذا العمل مر بمراحل عديدة يعني حسب ظروف الزمان والمكان، حيث كان المواقد تعتبر عن الحطب وهكذا، والآن الحمد لله توسع العمل ونسعى للتطوير دائم في إدخال الآلات الحديثة في التغليف وفي التعبية وكذلك في صناعة الحلوى نفسها، وإدخال أصناف جديدة إن شاء الله في القريب العاجل. بالنسبة لنا هو في هناك في المحلات الثانية قوع الحطب، أنا بالنسبة لله ما أتمنى حطب، نحن من يوم قناه ونحن على الديزل على الغاز، أو مرة على الغاز ما هو الديزل، الغاز في نوع غاز يعني ما يكون مسخ يم، لأن الديزل مسخ شوي يعني خانة زايد وذا يعني يسقي ترسبات كذا. طبعا عندنا نقوم نحن بالتوزيع في اغلب المدن الوادي هنا عندنا في القطن، في تريم، في حريضه، في دوعن، كذلك في قسم، في السوم، هذه في المناطق الوادي هنا، وكذلك في الساحل كمان عندك ما شاء الله، عندنا حتى في مأرب، صنعاء ان شاء الله نسعى للتطوير، وكذلك الى بعض الدول المجاوره بعض زبائننا هناك يطلبوا طلبيات ونرسلها. الحمد لله ولله الحمد، الاقبال لا باس به ان شاء الله نقول، وإن شاء الله في تطور العمل وكذلك رغبة الناس، وهي تقريبا مواسم هذه تكون الحلوى فيها أكثر يعني طلب من الزبائن. بالنسبة للحلوى طلبها يعني تقريبا ممتاز، تأثير عندنا يبدأ في تو الخريف، يقول لي يعني سحبها تو الخريف لأن الخريف يطري عليها،
يعني أكثر الناس بدهم يشتري حلوى بيشتري تمر. تو الموسم الخريف هذا. ووقت الحمام. وقت الحمام قليل قليل. لأن أكثر طلبها وقت البرد. وعند موسم الزوايات دي بتجي في العطالة وذا يزيد طلبها. وفي رمضان برضه يزيد طلبها. وبعدين من ناحية الحلوى نحن لازم أخليها يعني سائر السوق سائر السوق ما نكثر مشان يكون الناس طرية. حتى من السوق أخلي لك والبقى طريق.